ثوبي بالدولاب. ما انا شيء بالدولاب دورت ما لقيت شيء. شو اسوي بثيابي؟ يا وش اسوي بثيابك؟ تاكلهم يعني بنزين ثيابك؟ ايش كبرهم كلهم خيمه؟ يا كندرتي السوداء ما قلت لها واحده وين راحت الثانيه؟ كندرتك توني شايفتها تركض قدامي تلعب تريقين يمه. وش اسوي لك؟ ما راح اشوفها في الغرفه. راح شيخه وش بلاش؟ وين ذيك الابتسامات؟ وش برا نفسيتي متغيرة علينا؟ يعني وش فيني؟ وش فيني؟ شغل البيت كله علي. هو كنس، هو طبخ، هو شوف البيت، شوف إبراهيم وطلبات إبراهيم وغير طلباتك أنت. أنا تعبانة، أنا حامل، أنتوا ما تحسون فيني؟ يا بنت الحلال، البيت هو البيت والناس هم الناس، وش اللي تغير عليش؟ إلا تغير، إبراهيم كبر ويبي له حد يجاب له ويشوف طلباته مثلك أنت. عزايمك كثرت، طلعاتك كثرت، كل شيء كثر على قلبي. يعني وش المطلوب؟ تبينا نساعدك؟ أنا ما قلت ساعدوني، بس على الأقل حسوا فيني. يا بعد قلب آل حويرش كلهم، أنت في قلبنا يا شخشوخة عمري، يا بعد روحي. نقول لك يعني يعطيك العافية. العافية لما تحس فيني وتجيب أحد يساعدني بالبيت. تبين حرمة ثانية؟ حرمة في عينك عم، في عينك حرمة في البيت؟ لا يا عيوني، أنا ما قلت حرمة، يعني هي اسمها شغالة مش حرمة. شغالة؟ احنا ثلاثة وبيتنا هالكبرى، هذا كبرى وشو لخدامة؟ ثلاث عن عشر عن قبيلة. هالثلاث هذيل لو انت تاخذ مكاني وتجرب كان هلكت. اسمي عاد علمي يوصاص وتعداس، انا رشيد من حوالك، ماني بلعب خدامات، ما هنا خدامات، ماني بجايب. أجل خلك يا رشيد، ماني مشتغلة ولا أنا كارفة بهالبيت، وخله قايم وقاعد. الله يسلم، الحين انا طالب الخدامة وجايب لي هالكفيرة. طيب احسن لك، قسم بالله الكفيرات يدخلون ذهب. يا رجال ما عندي الا هالحرمة في هالبيت انا وياها، وش تسوي لنا هالكفيرة؟ ما تبيها خلها عندنا ونشوف لها الزبونة ونعوضك ان شاء الله عنها. يا رجال هي سيارة؟ يا اخوي هذه حرمة وباسمي. طيب والمطلوب؟ المطلوب ترجعونها ولا تعطوني واحدة بدالها. يا اخوي فكونا، اعطونا فلوسنا وخلونا نمشي. لا دراهم اغسيدك، شيء دخل عندنا ما رده مرة ثانية. اغسل يدي؟ يا اخوي انا غاسل يدي قبل ما اشوف وجهك. وشو بدينا بالغلط؟ يا جماعة الخير، يا جماعة الخير صلوا على النبي، ترى الشيطان بالعيطان ما بعد مات. وانت شايف لي هالحين ماسك عصا ولا ماسك خشبة ومهشم راسه؟ خلاص عطني فرصة يا ابوي، اكلم لك المدير ان شاء الله نخلص موضوعك ان شاء الله باذن الله. بس اسمع عني اقول لك لا تنساني. لا ان شاء الله ما انساك. ما هو بناسيك ان شاء الله، ما هو بناسيك. يا رجال ده الظاهر انه ملقوف وجاينا منه. الله يسلمك ويخليك ابي لي، الله يبارك فيك خدامتي، يعني تعرف كلش وتعرف امور البيت، يعني يكون سعرها رخيص. ارخص شيء عندنا طول عمر الهندية والسلنكية. ويعني كم يوصل سعرهم؟ والله يوصل سعرها 7000. الله الله 7000؟ أبوك لو أبيع الدتسن وأبيع كوتي وأبيع غترتي ما جبت هالمبلغ. هذه أسعارنا وفي كل مكان هذا السعر ثابت. ما عندك واحدة يعني 3000؟ لا والله ما تنقص ولا هللة. الله يطول عمرك وسلمك، توك نازل. بروح هلي هذو دراهمي وبطوا سدي، عسى ما اعطيتهم شيء. وين اعطيهم يا بيي؟ طالبين 7000. 7000؟ اي والله هذا طالب منهم خدامه وجابوا لي هالكفيره،
ويوم جيت ارجعها قالوا ما في لا فلوس ولا خدام. يعني اروح لغيرهم؟ اي يا رجال، رحت دور لك احد العماله يعرف لاحد في ذيك الديره وعطها الفيزا وعطها الفين وهناك اي ويجيب لك واحد منهم. الفين بس تاشيره طالبين 7000. هذه بيلها ندبرها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وين الغداء؟ والله بصراحة توني قاعدة من النوم وهذا اللي بطني رافس ذبحني، ما بداني أسوي أكل. بعدين تعال قل لي أنا أسوي شغلك أنت، أسوي شغل ولدك، أسوي شغل البيت، أشوف شنو ولا شنو؟ شغالة يعني شغالة. تفهمين أنت ولا ما تفهمين؟ ما في شغالة. شغالة يعني شغالة، ما في تفهمين ولا ما تفهمين، ما حد يحل مشكلتي اللي أنا فيها إلا الشغالة. بس شغالة يعني شغالة، لا تقول لي بس ولا تبسبس لي، ليش أنا قطو؟ أنا عتوي؟ لا يا عمري، شغالة يعني شغالة. شغالة. وثر المحبة هتبتسي والقلب لازم. طربان مبسوط. هلا. هلا والله. يلا تحييه. شلونك؟ والله بخير. جيت من الرياض؟ لا ما برحت في ذوق. أجل تصل بالسلامة إن شاء الله. اللي علمك؟ ها أختي؟ والله إنها مليقيفة، عارف إنها بتعلم كل أهل الديرة. وين رحت وين جيت؟ تعال والله عندي لك سوالف تمخمخة في راسي مخمخة. أها عطنا علومك وقل لي وش السالفة؟ استقدام خدامات وعمال. تصدق يا زيد طالبين 7000 مني عشان أجيب خدامة؟ يا مال البرابلم. 7000 مرة واحدة؟ والله اني صادق معك. لا وعرفت لك شيء ثاني. وشو؟ الخدامة والسواق ما يكلفون الا 2000 والباقي ياخذونه حقين المكاتب. يا مال البرابلم، 5000 مرة واحدة؟ هذا اللي جاي عشانه. تعرف افكار شيد بن حويرش ما هي بتلعب. قررت اني اروح الهند واجيب عمال وما طبعاً باخذ 4000 بالراس. مدام الدعوة 4000 اجل جيب لي تكفى، معك زود عامل يساعدني في الدكان. ابشر وبعد بجيب للوالد واحد يعاونه مزارع هنيدي يحبه قلبك. جزاك الله الف خير. ومتى بتروح ان شاء الله؟ الله يبارك فيك ويسلمك. شف ابغاك تحط ورقه على دكانك زين، تكتب فيها اللي بيسواق واللي بيشغاله واللي يبي اي شيء يجيب اوراقه واغراضه عندك ويجيب معه 4000. ولين جمعت المبلغ المطلوب دزيت للهند. الله يوفقك. وإنسانك تبي معك خوي تشد به الظهر يسافر معك ترى يجاهز، وعرف أرطن هندي أيام توكينج إنجليش إن إنديا اللي تبينه كرتهي سهي كرتهي نهي كركن كنتكي. واضحة من خشتك فيك عرق هندي. ما تسافر يعني ما تسافر، رجلي على رجلك يا مال الظهر. أنت بتروح لحالك؟ طاعون الشق بطلس علب وبليس. أقول ما فيه يعني ما فيه. وش اللي ما فيه؟ أنا أدري الديرة اللي أنت رايح لها حلوة زينة بطبيعتها وبناتها سجنهم سمر، لكن هناك ضعاف. أنا هني متينة غير. علب بليس استفهمين؟ طاعون شق بطنس علب بليس. وش يصير وجهي قدام رجاجيل؟ أنت وش فيك؟ أنت وش فيك؟ أنت وش فيك؟ ها؟ أنا بروح أساعدك أساعدك. وش تساعدني فيه؟ يا رجال يا رجال، انت اللي رحت هناك في امور ما تفهمها، حنا يا الحريم نفهمها اكثر منكم انتوا يا الريايل. صدقني راح تستفيد مني. اروح يعني اروح. وش اسم الأخ؟ اسمي أنا؟ ما شاء الله وتكلم عربي. الحمد لله. الله يطول عمرك. شو اسمك بالله عليك؟ تنسيم. تنسيم تنسيم الله ينسمك. آمين بعافيته. آمين. قل لي عاد تنسيم، ترى أنا رجل عشري وحبيب
إذا صرت أجودي معي فبادلعك، بس ولا تنسى تراني مقطع الهن تقطيع، ما أحد يلعب علي، أنا رشيد بن حويرش. المهم ودني هوتيل. سليم هوتيل. حاضر يا أبا. شغل اي خلنا نستانس. خير طلعها فوق وعلى اسالك سؤال بين عليك من هاللبس ومن هالترتيب، ابيلي الله يبارك فيك سواق زين وخدامه، اذا انت تخبر ناس اجاويد ومن ديره طيبه، ما نبغى ناس سلق ما تسلم شبله. سلام عليك يا اخوي، بارين هم من الخشب خشب اصلي بعد. بس ما هو خبر غير المتعودين عليه، ما هو على كيفنا. والله اني مرتاح لك وحابك يا تنزيل. السلام عليكم. وعليكم بالخير. بنت روم سويت. نعم مسيك بالخير. هلو good friend your طاعون. بارك الله فيك، انا جاي من فيز زين واجيب لي عمال، اذا عندك واحد صافطه لي او خدامه قريبه عمه خاله او اخو عم يعني بزمس سوري صار هيجي مالياله انجليزي عليه. لا كم من عامل على كم من خدامة بس يكون مرتبين. فيزا موجود؟ اسمع عاد، احنا مبليسك فيز باهر فيزا حايل بعينك مليون. خلاص انا بجيب نفر كثير كويس. وطيب متى بتجيبهم ووين فيه؟ بكرة انا اجيبك هنا. اسمع عاد، ترى انا رشيد بن حوارش ماني بلعب، كل الديار وكل المدن والقرى تعرفني، ابغى ناس مهذبين، لا يجيني عرج ولا واحدنا حول ولا واحد ما هو بصاحي يشتغل يوم يومين مفلسع من حاش. كل الناس مرتبين. وبارك الله فيك، ابغاك عاد
مشيني في الخضار البيسك لا انقلب خضر مع ذا الخضار. أوديك كل مكان أنا حاضر. يلا مشينا. بشر بس عساء اللي نقيتهم ناس محترمين وكويسين ما يجي ناس هلق. كلهم موجودين ناطرينك في اللوبي. في اللوبي؟ يلا مشينا مشينا. يا حليلك يا تنسيم صدق انك منسم. واحد عسى البسبور عندك جديد؟ انا في موجود سبع جواز في جديد موجود. سبع جوازات؟ احنا مو بنسك داخل بقاله وضاف لك عسكري. ما في مشكله يعني. وش اللي معها تزوير؟ في انا 14,000 في جديد جديد. ترشيني؟ ترشيني يا مرتشي؟ قلع. الثاني. سلامات ولا استريح يا اخو ترى الدنيا ما تستاهل ولا اخوك بابا موت الله يسكنها الجنه ويرحمها ويتيم مسكين اليتيم بين عليك ماما موت بابا ماما لا حول الله ماما ما مرت وحده يا اخي الله يرفع عنك امي لا ان شاء الله بنظبط امورك انا موت شو انا موت شغل المهبل ما هو عندي أنا موت بابا موت وأنت وش اسمك؟ حولة أقول بس اختبار نبي نختبر الرقم هذا كم؟ ما هي بلعبة هالمسألة ما هي بلعبة هذه مسؤولية وفيها منزل وأطفال وبيت وأسرة ما هو اللي نجيب الخلاء 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 نبي ناس يحتسون مو بيجي بكرة دكتور 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 يا شيخ والله إنك لقطة يعني الواحد يصير عنده سواق ودكتور والله انك بنت بسيط بكرة دجاجة انسان كله اقول ذا اللخبطات وذا الحدس الفاضي ودجاج وما ادري وشو اقول قم قم قرمك اركبك لا بارك الله في شيطانك قرب اشوف قرب قرب سكران سكران ها 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 لا 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 شوف عاد يا تنسيم شغل المنسمين ذا ما يمشي عندي هذه مسؤولية هذه مسؤوليتي مهب بسيطة قدام الزباين والناس جايب لي واحد سكران واحد واحدة الحولة واحد ما أدري شو مهبول أنا موت وبابا موت وطاعون شو سبقة ما ينفع ذا الكلام ولا واحد منهم ولا واحد منهم يفلح
وجايب فيزي وجايب دراهمي، دراهم الناس، ولا انا ما عندي مشكله، انا خايف من عسوليه هالناس. خلاص خلاص لا تزعل، انا ادبر لك ناس من مكان تاني. بتدبر لي؟ ان شاء الله. اي تكفى لا تفشلني قدام جماعتي، ورحم الله والديك باسرع وقت. متى؟ توا توا. يلا يلا دراهمي وروحي. الرسومات وش الحركات هنا، بلقى العمال وامشي ونقي. ايوه العمال هون. يا سلام عليك يا تنسيم، بس خليني اوقف سياره وارجع. يلا هلا بتمشى على رجلي، بجني اتشوف لي واحد ولا اثنين. Shut up!